بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول إن شاء الله في هذا الفيديو نحاول أن نتمم الكلام في سكشن 8.9.2، واللي حاولنا أن نتعلم به إنه إحنا شلون نحسب الناتشرال فريكونسي، باعتبار إحنا ضمن سكشن 8.9 نحسب الناتشرال فريكونسي والمود شيب اللي قلنا تقابل الريليشن شيبس بالجنرال سنجل ديجري اوف فريدم باستعمال السوفت وير ابلكيشنز. بعد المقدمه تكلمنا عن الريفت والروبوت، اخذنا مثال، الان نحاول نبدي بالمثال الثاني. المثال الثاني اللي راح نبدي به هو البريزماتيك تشيمني اللي احنا ناقشناها في سكشن 8.4-3. هاي البريزماتيك تشيمني مثل ما تتذكرون حضراتكم شكلها سيركولر، جالسة على سيركولر رافت، ارتفاعها 15 متر، والكروس سكشن انفورميشن مالتها مبينة بهذا الشكل. عندنا السنتر لاين راديوس هو 1.5، الانر راديوس هو 1.375، الاوتر راديوس هو 1.625، والثيكنس هو 0.25. هالشكل هذا احنا سابقا يعني بالجنرالايزد، ومن خلال انه احنا فرضنا يعني الشيب هو عبارة عن كوساين، حصلنا على الناتشرال فريكونسي مقدار 8.8 هرتز. الان نريد نتعلم انه احنا شلون نمثلها بالروبوت، سوينا فاينايت اليمنت سيميليشن بالروبوت، نحسب الناتشرال فريكونسي من خلال الفاينايت اليمنت. هذه هي التشمني. الان تشمني شلون رسمناها؟ ببساطه بالحقيقه رسمناها بشكل من يعني من خلال وولز، هذه وولز بهالشكل. اوكي، فرحنا الى الوولز، ستراكشرال وولز. شوفوا ستراكشرال وول ممكن ترسم شنو ارك. اوكي، فرسمنا الابر هاف، بعدين سوينا على ميرر وطلع اللور هاف، طلعت الجيم. اما الفاونديشن فرحنا الى الفاونديشن منها ورسمنا يعني رسمنا بهالشكل، رسمنا سيركلر فاونديشن، فهذا هو الرسم مالته. بما انه الوول والفاونديشن اثنين متعرفوا من يعني الاثنين متعرفوا كستراكشرال اليمنتس، فتلقائيا الريفت راح يولد لهم اناليتيكال موديل. زين، احنا بمنطوق المساله ايش ذاكرين انه احنا نعتبر انه الفاونديشن يوفر فيكست سبورت. فالان لازم نتعلم انه شلون يعني الفاونديشن هذا تو بي اكسكلودد، يعني نحاول نخرجه من موديلنا ونخلي بدله فيكست سبورت. هاي العمليه شلون نسويها؟ نروح الى ال 3D مثلا، إذا نختار الفاونديشن هنا راح نشوف إنه الفاونديشن هو عرفه ستراكشرال إلمنت وكاتب مقابله أيضا من خواصه هو إنابل أناليتيكال موديل، فهو ستراكشرال إلمنت مع تفعيل الأناليتيكال موديل. أناليتيكال موديل هو هذا. فالآن نقول له إحنا لا، نقول له إنه هذا بقي ستراكشرال لكن الأناليتيكال موديل هذا to be excluded from the structure. فراح نحصل على analytical model بهالشكل. فالآن حصلنا على هذا analytical model اللي هو without foundation. الآن بقى شنو؟ بقى انه احنا نسلط boundary conditions البديل اللي هي fixed. فروح الى boundary condition، روح الى line boundary condition ونتأكد انه هي ماخذة fixed. والآن نسوي كليك على هذا ونسوي كليك على هذا. فالآن هذه two lines لاحظوا اللي هو الأول مال يعني مال الأول هو مال الارك الأول، والجهة الأخرى هي مال الارك الثاني، أخذت قيمة fixed. load cases اللي إحنا ماخذيها هي load case وحدة راح يقرأ بها البرنامج self wait. بعد ما أكملنا هاي العملية الآن نحاول نروح إنه نصدر هذا إلى الروبوت إنفايرمنت. الآن اكتمل التصدير للروبوت إنفايرمنت، يسألنا إنه هل تريدون تشوفون الداتا ترانسفير ريبورت، نقول له لا، هذا هو الموديل الآن في الروبوت.
أول شيء نحاول نخلص من هذه اللاينز اللي هو يضيفها، لأن حقيقة نسبيا مربكة. فنروح إلى الديسبلاي، نروح إلى البانل، نطفي هذه الكنتورز هذه بالشكل هذا. هي الآن نروح نسوي الفاينايت إلمنت مش مالتنا. راح يسأل يقول بما أن أنت ما اختاريت بانل معينة، فالسايز اللي راح تختاروه راح يعمم على كل البانلز. أوكي، هو اقترح علينا 0.2، fair enough. هذه الآن نقول له finite element discretization. الآن صار التقسيم بهالشكل، لو تلاحظون تقسم هذا الوسط، تقسمت إلى shell elements كل واحدة أبعادها مزيد عن 0.2 في 0.2 متر. نقفلها الآن هذه. الآن ممكن طبعا نطفيها حتى منها. الآن نجي الماس، هي أصلا هو معرفها، يعني إحنا هنا ما يحتاج نروح إلى، لأن هو أصلا إحنا ما عندنا غير السيلف ويت، والسيلف ويت هو تلقائيا ما أخذ النظر الاعتبار. فنروح إلى الأناليسيس، نقول له نريد نسوي مودل أناليسيس. نقول له إحنا يهمنا تو مودز، ونقول له يهمنا الاهتزاز باتجاه الواي فقط، الاهتزاز باتجاه الواي. الآن من هاي المعلومات اللي هو إنه الإنيرشيا بها اتجاه تأثر، وقلنا من هذه المعلومات اللي هي consistent أو lumped without rotation أو lumped with rotation أو lumped without rotation اللي هو default case، البرنامج راح يقدر يولد mass matrix. هو أصلاً مولد stiffness matrix، فالآن إحنا صرنا جاهزين إلى إنه إحنا يعني نسوي free vibration analysis. الآن نسوي calculation. هاي الكيس الأولى اللي هي السيلف ويت، وهذه الكيس الثانية اللي هي المود. الآن نروح إلى results، نروح إلى diagram، نقول له طلع لنا المودل يا مود، المود الأول، ونقول له شوفنا deformation مع المود الأول، هذه deformation مع المود الأول. فإذا المود الأول راح تهتز الشمني بهالشكل اللي هو 7.32، فلاحظوا قريب من الرقم اللي احنا حسبناه اللي هو طلع 8.88. طبعا المود الثاني، يعني المود الثاني الآن إذا نروح نقول له شوفنا المود الثاني، هذا المود عادة اللي احنا بالحقيقة هذا مود جدا معقد local، هذا يعني فهو يعني تقريبا صعب جدا انه نحصله يعني analytically أو نحصله من خلال generalized single degree of freedom. طبعا هاي فوائد، هي فوائد finite element. إن شاء الله تكون هاي الأمور واضحة وكافية فيما يخص حساب الناتشرال فريكونسي والمود شيب باستخدام يعني ريفت اند روبوت. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.